السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج من الذاكرة. من خلال هذا البرنامج نستضيف أحد أبناء المنطقة الشرقية، سواء كان في كلباء أو دبا أو خور فكان. ذكريات جميلة راح نعيشها اليوم مع أحد أبناء مدينة خور فكان، تابعونا. حالك؟ كيف الحال؟ مرحب. يا حيك. طيب. شو أخبارك؟ بخير؟ طال عمرك. الحمد طيب. لله. حياك الله. شو أمورك؟ الحمد لله بخير. مستريح؟ استكان شاي. ها بهالسوق الجميل. أوه ما شاء الله. يلا الله خير. وذكريات جميلة. الذكريات الأولى نعم. يلا بسر وياك استكان شاي. شو رأيك؟ نعم. تفضل. تعزمني ولا نعزمك؟ والله كل واحد. يلا بسم الله. حياك الله أبو يعقوب. وعندك ذكريات يمكن في البحر مع الوالد وذكريات في السوق. كنت صغير. نعم نعم. وكثير. كنا نلعب هالسوق هاي. كنت تلعب هنا؟ اي صغار كنا. شو رايك بالسوق اليوم؟ اليوم ما له مثال. ايه ما له مثال. وقبل كيف كان السوق؟ كان اول طبعا على قد الحال. ايه لحظه هذا استكانه الشاي مالنا بعد وصلت. ايه شكرا. كان قبل هنا يجيبوا الناس الحطب ويجيبوا الصخام ويجيبوا يكرموا البيع غنم واللي يبيع شيء هنا. وفينا كم من دكان، دكان محمد جمعه هنا، ودكان القواضي وقهوة القاضي هناك، وعيسى وعيسى عبد الله الصالح، أحمد بوهندي، وعبد الجليل، وملا غالب عقب انتقل هناك ملا غالب، ودكان محمد صالح، علي إبراهيم عيسى، وعبد الله عمر، وعبد الله سمان عيسى، وفي بعض وايدين ما شاء الله، والبوصي أحمد البوصي. أحمد البوصي عشت ذكريات جميلة بهذا السوق. نعم هذا بيتنا هنا. نعم بيتكم هني قريب من السوق. ايه 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 بالسوق. كان عندكم محلات تجارة شيء كانت في السوق؟ أنا ما لحقت. كان قبل عند أبوي وعمي. شو كان عند الوالد الله يرحمه؟ دكان، وكان عنده دكان، وعقب سوى عامل قبل العاملة عندنا كوتية اسمه قرموشة. ايه شو يعني؟ كوتية صغيرة. ايه بدكان يعني؟ لا لا كوتية سافروا فيها. ايوه. ايه سافر فيها وحتى وصل يعني بطار. مثل اللان ايه بس صغيرة. الحين الكوتية الكبيرة في الشارقة موجودة. في السوق شو كانوا يشتغلون؟ ما شاء الله عليهم الأولين كل حركين يعني ما حد بطالي. الوالد شو كان عنده؟ شو من التجارة كانت عنده؟ كانت عنده عاملة. عاملة وكان يشتغل في السوق؟ ايه عاملة عنده. ايه. كان عاملتين قبل، وحده سموها بعليهم اسامي ها ما كذا، وحده من بيصين وحده الخبيله، وفي بعد عند عمي سموه العسو، وفي بعد يمكن 7-8 عوامل بخور. ها من العامله هذا اسماء هي 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 عند قم عبد الجبار، قم الضعيف، قم بن شاهين، قم بن عبود. تمام. كل عوامل حتى الناس ما يعني مثل ما تقول ما تكفي. اشرب استكانة شاي مالك وانا بشرب الاستكانة مالي. ناخذ وياك جولة ان شاء الله اليوم في مدينة خور فكان وذكرياتك. اهلا بكم. ويعقوب واحنا رايحين ان شاء الله لبيت الوالد وذكرياتي راح نسترجعها هناك. عندك اكيد ذكريات في هذا السوق من خلال أيضاً الوقت الحالي، بعد نشوف المباني القديمة والتراثية. شو كان ذكرياتك في هذا المكان؟ ذكريات والله كانت الطفولة هنا لما صغار نيم المدرسة عطولي نلعب. هي. نلعب هنا نلعب المقصي على البحر. هي. ونلعب التيلة. لا في السوق شو كنت تلعبون شيء في السوق؟ ايه ايه نلعب نلعب. تذكر متى؟ أيام الستينات تقريباً؟ ايه ايه ستينات نعم. وفي نفاخة هذه الصغيرة نلعب فيها هني، وما في سيارات
كل واحد يلعب الطائرة يعني، روحنا بس أنا وأنت والثاني والثالث كذا خمسة أنفار تتجمعوا ربع نتجمع، وبعدين نيب أنا ويا واحد من الربع اسمه حديد الماس نربطها بحبل أو بخيط يعني، تم نمشي على طول السوق نقول يمكن نحصل ربع درهم أول ما في درهم ربع ربية ولا نص ولا شيء، أكثر شيء نحصل شو كل مسامير قليل حصلنا جديده يعني بين الرمل، وممكن سبحان الله تلقط شيء اي تلقط شيء اوقات والله نحصل ونفرح ناخذ علوت ولا كره من الصغار ونلعب فيها نسوي ودي تصيد على البحر هناك لين يثبر البحر نلعب في على الكره نلعب الكره في قلت لي تشترون وين كان شو الدكان اللي كان موجود هنا هاك الدكاكين هنا كانت بسيطه بيع شيء بسيط على قد الحال وكانت العمله الدرهم عادي لا او ربيه هنديه ربيه الهنديه إيه ما في ما في درهم لحقت على الربيه الهنديه اي طبعا طبعا اي وجات مع قطر ودبي وجات مع البحرين بس بعدين والسعوديه منو الناس اللي كانوا موجودين بابو يعقوب السوق مثلا غير اهل خورفكان كانوا يجون ناس تجار اي الخورفكان بندر ما شاء الله كل اللنشات تيها يجيبوا بضاعه يجيبوا التمر لنا ويجيبوا اليوز والنخي والزبيب بيواني ويبرزوا فيها هنا بالسوق والناس تشتري يعني نشتري مساكين على قد حالهم يشتروا فيها ويبوا يحال يبوا برام اول ما في ثلاجات اللي يحلى والبرمع قلتهم والخرس الخرس حق الماي او حق يحطوا فيه تمر بعد يحطوا فيه تمر تمر مدلوك يسمى تمر مدلوك كانت جدتي الله يرحمها تسعة خروس بندري يدلكوا لها التمر وتخلي عندها وهذا هذا هذا مخزنها وهني بهذا هي بهذا كله هو نفسه على هذا الامتداد مثل ما كان لا ها كلها بيوت كانت كان في بيوت ها بيوت بيتنا عقب ابوي فتح هذا مني او كانت من هناك الصوب تمام اي حجر مخازن هاي كله من يص ويشم هالبيت هي كله ما الطين بس ما طين الحينه او بنيان الحينه اكو ولا زعزع ولا شيء ولا طاح وكانوا في محل بعد ما الخياطه مال الملابس اي يوسف الخياط مسكين الخياط اي وكان محمد اقبال كنت صغير كذا يشيلني كان محمد اقبال الله يرحمه توفى عندنا هنا الخياط كان دوره عنده اي مو موجوده عندك لليوم زعوين الحين بتجيني لهنا جميل يلا بننتقل وياك لبيت الوالد اهلا بك ذكرياتك اي يلا بسم الله يعقوب وصلنا لهذا البيت لك ذكريات اكيد مع اهلك اصدقائك داخل البيت شو كنتوا تسوون شو كنتوا تلعبون نلعب هنا مريحانه عندنا ابو سليم مريحانه والحله نلعب الحله نلعب وابو سليم نلعب المقصي ونلعب كره بعد هنا بعد بهالساحه خبرتني انت داخل في شريشه شريشه هي ابو سليم مريحين ثنتين وقت العيد ان كل بنات الفريق يجوا هنا يتمريحوا عندنا واحنا صغار بروحنا بعد مريحانه وللكبار مريحانه بروحهم جميل من مسايب الحبال وجذع مال النخل مقصوص بالنص والبيت داخل كم غرفه كانت موجوده سبع غرف سبع غرف وانت هي. واهلك والوالد كانوا عايشين داخل نعم هذا نعم نعم والفريج كنت ابو يعقوب الحاره اللي كنتوا تلعبون فيها بعد برا البيت هي. مقابلنكم هذا المسيد بسم من المسيد هذا احمد بن حسن هو من هاك الوقت كان اسمه نعم 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 وشو كان بعد عندكم طوي هنا طوي كامل طوي ماي حلو هنا عندنا وحده عندنا اي وحده في بيتنا وحده هنا ايها لا اسم الطوي هذا لا طوي المسيد طوي المسيد اي وايها اهل البحر هاي اللنشات بالكندر يشيلوا على كتفهم اللي هو يسمونه الكندري اي هم ليش اهل البحار بروحهم يترسوا ماي عندهم درامات كبار وماشي يمكن 20 واحد حلو من الطوي هي هي من هنا كان عادي اي حد يجي عادي والحريم فريقنا يروح للطويان طوي المشخوله طوي القنده طوي يبل طوي الوادي كان عندكم طوي داخل البيت هي هاي ما نشرب منها احنا ايوه لا احنا يجيبوا لنا ناس من هناك ايوه هي. البيت مثل هذا كان كله يدار البيت ها هي هي
مخازن مخازن من قدام ما مفتوح من برا منه. ايوه عقب الواد فتحوا وحطوا دكاكين كذا. ويعقوب الجيران اللي كانوا حوالينك كيف كنتوا تجتمعون؟ تتذكر حد من جيرانك موجودين كانوا راح مساكين؟ لكن صح اسامي موجوده. منو؟ بيت شبت نحن الحسن، بيت احمد البوصي ومحمد، وبيت احمد سالم، بيت عمي محمد عبد الرزاق، بيت خميس سليمان، راشد ابراهيم، بيت مسلم عبد الله ابراهيم. كيف كانت حياتكم مع بعض؟ ما شاء الله عليهم حياه اجتماعيه حلوه. يصلوا في المسجد وقعدوا هنا، كانت دكه هنا هذا المكان دكه عليه، ويقعدوا هنا ويسولفوا. بيت محمد سليمان بعد من هالفريق منه، بيت الرواي، بيت علي جعفر، بيت ابو بيت حد منهم باقي وحد منهم الله يرحمه. الله يرحمه. تم على العيال والباقي كلهم روحوا ما حد تم. ايام رمضان كيف كان؟ كانت هنا بشوف هنا كانت هنا كان بيت حات عيسى. بيت كانت قريبة العواني كراين، كانت هنا كراين. في رمضان كيف كانت حياتكم؟ انا كنت صغيره اسوي وياهم بيت شيء بيت احمد الحسن هنا تجمعوا. اللي يقرا قران، واكثر شيء يقرا قران في المسجد. المسجد اي الاولين كله في المسجد يقروا، بس عقب الصلاه يتجمعوا هنا يتقهوى يوفوا على وكذا عقب المسجد. بعد الفطور لا بعد العشاء. بعد التراويح كنتوا تتجمعون مع بعض؟ اي يتجمعوا الشياب وهنا صغار نصير عندهم. تتذكر اول يوم صمت فيه ولا ما تتذكر؟ انا ما اتذكر يوم كنت صغير. لا والله صمت وعقب فطرت قبل المغرب شويه، خلينا زلمي ويا خالتي ونبى نودي البيت ويعاني خلينا من هنا وركض عند المناره وخشينا ورا وكلنا واذن المغرب. هذه من الذكريات الجميله عند ابو يعقوب. ويمكن معظم الاطفال كان في رمضان ما كانوا يكملون اول يوم. اول يوم عقب حتى يوم نفطر ابوي الله يرحمه يقول كل اكل يعني حاس في كان انا ما اكل لما تعودت. طبعا بعدين صارت الحياه سريعه وسريعه وبسيطه. انتقلوا ابو يعقوب من هذا الفريد من بيتك القديم الى البحر. اهلا بكم. يلا اهلا. ابو يعقوب. نعم. حياك الله. اهلا بكم. وجوله في هذه السياره القديمه. لحقت على سيارات قبل؟ اي لاند روفر كان عند القاضي وحده، عند قوم محمود، عند يعقوب. انت ركبت السياره؟ ها هي ركبت السيارات القديمه. هي يوم تحول نسير المقيض كنا نتاجر هالسيارات دي، ما شول سياره ثانيه. وين تقيضون كنتوا؟ كان نقيض بالحوامي الحين يسموها حياوة كلها، ونقيض في مديفي. كل عرشان باكل قاعدة ما شاء الله ويران عدالنا يمكن 10-12 واحد مقيضين بالعرشة وبالمنامة في الليل ننام ما شاء الله. لا سلام. هي وبالحوامي قيضنا فوق 40 سنة ما يعني صغير كنت بالحوامي. والذيب ياكل غنمنا. خور فكان معروفة كانت ما شاء الله. خور فكان يعني في التجارة في البندر. إيه ليش فيها بندر؟ بلد يعني ما يخاف عليه. فيها بندر تجي اللنشات تروحنا، واللنش إذا جاي من البصرة ولا جاي من الهند، جاي من البصرة جاي بتمر وينزل هنا التمر، ولا جاي من الهند جاي بين عيش ويعني شيء قليل قهوة وما قهوة. بس ربعنا يوم يصير البصرة بعد يجيبوا التمر، قوم الميرزا، قوم محمد صالح، عندهم لنشات كبار. انت سافرت ابو يعقوب؟ لا 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 انا كنت صغير. ما رحت الكويت بعد؟ لا لا رحت الكويت يوم كنت رايح لندن. ايه بس بالطياره سنه 77. ايوه ليش رحت لندن؟ رحت جوله. جوله؟ اي. انت اشتغلت هني؟ وين اشتغلت؟ بنك بريطاني. اول ما اشتغلت؟ اول شيء بنك بريطاني. نعم البنك البريطاني. ايه الحين اتش بي سي. كم تقريبا؟ 73. سنة 73 70 لين 82. وين مكانه كان البنك البريطاني؟ هنا عند مطعم الحصن. خبرني كيف كانت بدايتك؟ ليش اشتغلت انت في البنك؟ كيف اختاروك يعني كموظف؟ انا قلت بشتغل مقابلة. ايه نعم بالانجليزي وكذا ونجح. المكان هذا المكان؟ لا هني هذا المكان عند الغافة هذيك. هذا المكان تمام. قول لي وشوف مقابلة وسوي لي امتحان باللغة الإنجليزية؟ إيه بالجدول، بجدول الضرب، بجدول كذا يعني، والحمد لله نجحت يعني. كمحاسب اشتغلت فيه؟ لا على الكاونتر. على الكاونتر. إيه على الكاونتر. وكانوا كان في حركة. إيه هنود كانوا عندنا كله هنود. لا حركة بالتجارة. إيه حركة بسيطة يعني عشان التجار تحويلات بعد بسيطة. تحويل أول عن طريق البحرين. كان تحويل الأموال.
هي اذا واحد بيحوله من دبي، من دبي للبحرين، من البحرين للخارج. لا الحين اللي بيحوله فلوس كانوا يعدكم البنك؟ هي كان يعدكم البنك؟ يعدنا وبعدين نحول للبحرين، انه في مركز اتصال في البحرين، من البحرين يودوا لبرا. شو كانت العمله؟ قلت لي هذا بعد هن بعد الاتحاد، هذا بعد تاسيس اتحاد دوله. ايوه بعدين كان ربعنا بعد يسيروا عمان يودوا تجاره منه بلاند روفر. ايوه يسير هناك يودوا يشتروا منه عيش وطحين وسكر وحليب واشياء يعني، يودوا هناك يبيعوا في مسقط وفي السويق، وعقب كم يوم يسيروا يستعدوا الناس هناك يعني التجار ويجيبوا فلوس حطوا عندنا. فالعمله كانت فورين كرنسي، عملة أجنبية. لا أيوة. يعني هم استفادوا وإحنا استفاد زي. يعني اشتري عنهم بعملة كذا وبالسعر، كان الريال العماني غالي 11 درهم أو 10.5، نشتري عنهم 10.5 نبيعه ب 11، يعني هم مستفيدين وإحنا مستفيدين. لأن متى اشتغلت في البنك؟ تسع سنوات اشتغلت. البنك البريطاني كانوا يكون بريطانيين يعني هم مسؤولين كان عن البنك؟ كان مديرنا بريطاني. أيوة. ومحاسب بريطاني. تتذكر اسمه شيء بريطاني؟ توكي ساتن وتشارل مالكلوم. كانوا يروحوا ويردوا ولا كانوا؟ لا كانوا عندهم بيت البنك هناك ساكنين هنا. كانوا ساكنين في أثينا هذا لا مقيمين من غير الهنود، الهنود كل واحد بيت طبعا. وعندنا المدير الإقليمي بعد إنجليزي بس ساكن بدبي، عنده مكتب في وين؟ في مدينة عبد الناصر. ايوه هناك. وحين هو باللورد صار لورد عين الاموال كلها كانت عندك في خورفكان هنا. كان كل اموالتي وتجاري يمنونكم. طبعا طبعا جميل. وكان الى اضافه الى هذا شغلك كان ابو يعقوب، كان كيف الزراعه عندكم؟ كانت عندكم مزرعه؟ كانت عندكم ضاحيه؟ ايه فيها بيدار، في واحد يشتغل عامل فيه يشتغل. خبرني عن الضاحيه. ما لعبنا عندنا وعند جيراننا كله، ولا الخور هاي شغلهم في البحر أو قبل السفر يعني بيسافروا. أيوة. وبعدين مثل اللي عنده زراعة يشتغل بالزراعة، واللي بيسافر يسافر ويا اللنشات. تجمع مساكين كلهم باللنشات، لنش حمص صالح ولنش قوم الميرزة ولنش قوم محمود. المزرعة أبو يعقوب. أي. كان عندك بعد في حد في كلبة؟ لا أنا أسير عند أختي في كلبة هناك. كنت تسير في كلبة؟ كم عمرك تقريباً؟ يعني 11 12 سنة كذا سير أو أكثر. كيف كنت تروح يعني؟ بسيارة لاند روفر مثل هذه. لاند روفر مثل هذه. إيه حوالي ساعة. تروح عند أختك بكلبة. إيه. شو كان عندكم هناك؟ هناك أسير بيت أختي وعندهم مزرعة، عندهم ضاحية وعندهم نخل. النخيل الشرقي شوية والضواحي الغرب. كلبة فيها 1000 مزرعة ومايها عذب. ما شاء الله هذا كل وقت كان في مزرعة. مزرعة وما شاء الله الناس كثيرة يعني. الناس تركت أي أشغال اشتغلت في مزارعها. وفي سور كلبة هندي زرع عيش، 6 جواني عيش طلع وياب لينا احنا هنا فرق عين زليبيا انه انتج عيش في كلبة. ما شاء الله. وما شاء الله كل كان المواطنين اهل كلبة يشتغلوا. كانت زراعة العيش هاي نادرة؟ نادرة جدا وغريبة علينا، غريبة 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 علينا، في الامارات غريبة علينا. سبحان الله. اي ما حد الا هو ليش هنا يقعد وخذ مزرعة في السور. سور كلبة. كان الماء عذب هناك ما شاء الله في كلبة مايها مسكت وخربك كان بعض. إيه بس زراعة العيش حتى اليوم ما نشوفها موجودة. ما هذاك زرع. الغوبانة سمعت عن الغوبانة هنا. إيه الغوبانة. عن الألعاب. الغوبانة في دورفانة وفي مرايحين. الغوبانة اللي هي خلنا نقول مكان للألعاب. ملتقى بالألعاب. أيوة. وبعدين مثل ما تقول يعني تنزيه واحد يترفه وكذا يقعد، واللي يبيع حلاوة واللي يبيع شوكليت واللي يبيع البان، كل واحد جايب زوجته وعياله يلعبوا شوية بالدرفانة والظهر روح أو يا العصر قريب المغرب روح البيت. وقال اليوم بيلعبوا الحريم، ما حد يرى أولاد كبار ريال ما يمول. ليش؟ احترام لهم. خلاص يوم الحريم. ايه ما عندهم. ابو يعقوب كان في انديه في خورفكان، انت ما لعبت كرة قدم؟ بسيط. في نادي الاهلي. لعبت في نادي الاهلي؟ لا لا بس اساميهم. كان ربعي مسافر للكويت. بيو احنا سووا نادي القاهر، نادي الشباب ونادي اخوي عبد الله كان مدير الله يرحمه مدير النادي. ونادي الشباب ونادي العروبه. العروبه. ايه. والاهلي كان موجود. نادي الاهلي هنا بالرفاع كان. ويعقوب انا كنت اسمع عن شيء اسمه المضيف. هي. شو المضيف هذا؟ هذا ما يوناس غرب عندنا هنا. كان اول بعد يقعد فيه
بدر الصباح هو مدير التربية والتعليم مال الكويت، احنا كان تبع الكويت اول، وكان يستانس بالخور على هالمنظر الطبيعي، يقعد على البحر هناك، وخاصة وقت العصرية كان بروحه ايه تمام، والمدرسين بعد وقت العصر يقعدوا على البحر على السيفة. أيوة. كان الجو هادي وما شاء الله عليهم يعني ينبسطوا. ذكريات جميلة عند يوسف عبد الرزاق، كيف عاش طبعا هاك الفترة، وابوه كان لو خذا ابو يعقوب بنروح انا وياه على البحر نسترجع هاك الذكريات. وصلنا وياك بيعقوب على البحر، والبحر اكيد له ذكريات ايضا جميله عندك. اي خبرنا عن سوالف يعني البندر، لحقت على البندر طبعا طبعا. اي البندر كان الخشب بندر فيه. أيه؟ وقت الهواء وقت مثل المطر ين هواء غرب الدور او شيء او خب كل بندر في البندر هنا. أيه؟ وحتى لما يسووا لانشاتهم او شيء يعني يحكوا اللانش يسووا له صيانه او صيانه مالهم او ينزلوا الدقل يابوا البندر هنا اقرب ليهم ونزلوا الدقل. واحنا كنا صغار بعد نسير نحدق حق نصيد الطيره معاض نسوي معضه ونتولف كم واحد ونصب له الطيره ونفرح لما هي لما نصيد الطيره هاي النورس. وبعدين كيتوا على البحر اني على البحر هنا نسبح البحر، وفي لنشاتتي كان مينا صغيرة هني ومحملة أفندي يوسف أفندي ونسبح له هناك. من وين تي هذه؟ باكستان. أيوة. تيوب وواحد ير وإحنا متعلقين فيه. الحين هذا نوع من أنواع الفاكهة اللي كانت تيكون خارج المنطقة. حتى يبوا الغنم والبقر، البقر بس رموا واحدة في البحر وتبعت باقي يمشوا يسبحوا للبر هنا. ها لما ينزلونهم هي يعني البضاعة من البضاعة ينزلوا منه وينزلوا بعد مثل ما قلت لك أول اليوز والنخي وكل شيء ما شاء الله عليهم. وحياة الوالد كان عندهم قلت لي أنت العاملة. العاملة ما اللي واي بس شفتهم أنت لحقت عليهم. هي هي نعم. هي. خبرني عن هسه. كان عند أبوي عاملة ويضغوا عند أبوي وعند عمي وعند قوم بن عبود قوم شاهين. كيف كانت العاملة هذه؟ كيف كانت كانوا يشتغلون على البحر؟ لما يجي البريه يصيروا يصيدوا بريه. ايوه وقت البريه بس ما يصيدوا كذا، وساعات يصير الغوص رس ليبال. يعني ما كل الناس اي يعني ثلاث اربع عاملات عام ابوي وعمي ولا حد من الربع اللي عندهم قوه شويه كذا يودوا كم واحد. كانت متعبه ها؟ متعير لا وين الحبلين ومقاقه وفيلم ومنك عند روس ليبال. وانت ما طلعت لا انا ولد خضر يحطون على كتفهم يلسون على الفنه. ايه قاعد انا صغير واقول لازم يشيلوني. وبعدين شوف وسط ربعك يعني وانت عاد الوالد وصل لا هذا اللي يروا له ايه كبار كبار انت كنت مبسط يعني كل واحد ما شاء الله زنده هالقد نص ليراب يقصوا ليهم للغداء ونص ليراب حق العشاء يراب التمر ياكلوه وكل يشوا لهم السمك وتمر. انت والشباب تجون على البحر كنتوا تلعبون بعض الالعاب طبعا نلعب وهنا نلعب هالمكان في هالمكان ايه منك يعني هك الصوب نلعب وقت الثبرة. شو من الألعاب تلعبون على البحر؟ المقصي. المقصي. هاي المقصي وحدهم يجي بعد هنا يشلوا ال اسمه الحفرة. حفرة. هاي حفرة يأكلوها. حفرة سوونها أكلة كانت. طبعاً مرقة حلوة صير. لليوم يستخدمون الحفرة. يعقوب كان البحر قريب من البيوت قبل عندكم وكنتوا تروحون وتيون كان قريب من البيوت مو بنفس الوضع الحالي. طبعاً الحين ما شاء الله التطور صار والكورنيش الله يخليه سلطان ما قصر. الحمد لله الخور كان جميلة وجملها أكثر والناس لما يصير الضغوة وين في المطلع؟ مطلع بعيد عند الفندق هذا هنا ولا في مديفة هنا ضغط وتعب ثلاث أربع عوام ضغط قال وين قال ضغطين في المطلع المساكين الحريم تعبوا ودوا الغداء لأزواجهم أو لربعهم هناك ويوم لك نص الدرب يتلقاهم الرجال يشيل عنهم الصينية بعدين يوم خلصوا وروحوا البرية وغسلوا القطين والقبلان وكل شيء يوم لك استابقوا عاملتين عوامل
فرحانين نسوا التعب كله، مستانسين مستانسين، صايدين بريه وايد، بعدين بيبيعوا بيعوا البريه وبيعوا، ويايبين احلى لبيتهم، جايبين السمك شيء منه بعد ملحونه، هاي الخباط الملحوم، الخباط اي نعم الخباط الملحوم. وين هاك الايام قبل استونا الامية بخمس دراهم، امية خباط ملح، الحريم يدقوا يدقوا ملح كبار، يدقوا على طول الليل تم يدقوا، خاصة وقت القمر يدقوا الملح، ما في الحين ملح ناعم، ما كان في إضاءة بعد عندكم، ما إضاءة ولا غيره، فنر بس والقمر. شكرا لك يا أبو يعقوب، الله يخليك، ما قصرت وأنتم ما قصرتوا. نحن مشاهدينا ذكرياتنا هني من خور بكان يعني انتهت مع أبو يعقوب، ولكن باقي أكيد مع باقي أبناء المنطقة، لنا إن شاء الله حلقة جديدة، ونلتقي بكم من الذاكرة، في أمان الله.